مكتب لا هذا وظيفه انت خارج من عندك من شركه. طيب روح عندنا تعيين مكتب حطيته قلنا فتح حساب المساهمه بعد كذا تعيين ايش مكتب محاسب تعيين مكتب محاسب طيب اوكي محاسب عندك بعد مكتب محاسبي المستند حقه من فين جاي من الشركه نفسها اللي هو عقد بينهم وبين المكتب المحاسبي عقد الشراكه عقد مع الشركه.